فوزية محمد، ممثلة مصرية معروفة، بدأت مشوارها الفني على المسرح، وكان حصولها على لقب ملكة جمال مصر دور كبير في الشهرة التي حققتها على مستوى الوسط الفني في مصر. ولدت الفنانة المصرية فوزية محمد في يوم 28 مارس سنة 1983 في القاهرة لعائلة مصرية ميسورة الحال، ودرست جميع المراحل الدراسية في القاهرة إلى أن تخرجت من الثانوية العامة مع معدل جعلها تكمل دراساتها الجامعية في كلية السياحة والفنادق، وتخرجت من جامعة حلوان. بدأت النجمة المصرية حياة الشهرة عندما عملت كعارضة أزياء لمدة تجاوزت السنتين، ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر سنة 2006 لتحصد لقب ملكة جمال مصر وقتها. أما الحياة الفنية فقد بدأتها الفنانة فوزية محمد عندما قدمت لها المخرجة المعروفة بطول عرفة الفرصة للمشاركة في مسرحية سندريلا أمام الفنانة هدى حسين والنجم حسين منصور. شاركت بعد ذلك في مسلسل قلب ميت مع المخرج مجدي أبو عميرة بطولة الفنان شريف منير والنجمة غادة عادل، وحقق المسلسل وقتها نجاحا كبيرا على مستوى الدراما المصرية. كان لنجاح المسلسل دور كبير في الشهرة التي حصلت عليها، حيث أثبتت الموهبة القوية والحضور المميز الذي تمتلكه أمام عدسات الكاميرات لتنهال عليها الأعمال الفنية المختلفة. قدمت الفنانة فوزية محمد الكثير من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرتها الممتدة حتى هذه اللحظة، ووقفت أمام كبار نجوم الوسط الفني. ومن أبرز أعمالها الفنية شاركت في مسلسل كلمة سر ومولانا العاشق ودكتور أمراض نسا، اصطفى، برة الدنيا، حتف بحر، قلب ميت، بالإضافة إلى مسلسل بحر. أما عن حياتها الشخصية فتزوجت الفنانة فوزية محمد من الكاتب المعروف أحمد عبد الفتاح في عام 2010، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة التي أطلقت عليها اسم روكسي، لتنفصل بعد ذلك عن زوجها في عام 2015.